تفاديا لنقل ما يحصل داخل مستشفيات المحافظة، دائرة صحة البصرة تضع الحواجز أمام عمل المؤسسات الإعلامية. أصحاب مهنة المتاعب يعتبر المعرقلات الموضوعة من قبل مدير عام صحة البصرة مقصودة تجنبا لتشخيص سلبيات الواقع الصحي. جميع التقارير المرتبطة بدائرة صحة البصرة المفروض إلغائها أو التكتم عليها. هل لديكم أخطاء تخافون أن تعلن إلى الإعلام؟ ماذا يحدث في دائرة صحة البصرة؟ ماذا يحدث في مستشفيات البصرة؟ ألا يكفي الفساد الموجود في هذه الدائرة؟ الحدث ينتهي، التقرير ينتهي، وإذا كان هناك شخص مصاب يموت ويدفن إلى أن يصدر قرار من الدائرة بالموافقة. إذن ماذا استفدت أنا؟ تغيير مدير عام صحة البصرة بات ضرورة ملحة بنظر الإعلام لإخفاض معدل التقصير في أداء الواجب، والذي جعل الإعلام أداة مخيفة بنظر المقصرين مهنيا، لذا يجب إبعادها. حدود التعدي على حق نقل الحدث وصلت إلى الانتقائية بالتعامل مع وسيلة إعلامية دون أخرى. اليوم محتاجين ناس مدراء دوائر يكونون على قد المسؤولية، يقللون من تقصيرهم دوائرهم حتى ممكن انه للصحفي يتعاونوا ياهم. طبعا هذا الحكي راح ياخر عمل التقرير الصحفي وياخر السبق الصحفي للصحفي، وتضطر انه انت كصحفي تستخدم طرقك الخاصه ومعلوماتك الخاصه والناس اللي خاصين بيك للحصول على المعلومه. يعني اجراءات جدا معقده تقوم بها دائره صحه المحافظه، يعني هناك انتقائيه ايضا بالتعامل مع وسائل الاعلام، هناك بيانات وتصريحات تصدر لوسيله بعينها، وبينما هناك صحفيين ينتظرون أيام للحصول على موافقة للدخول إلى بعض المؤسسات الصحية. فعلى دائرة الصحة البصرة أن تغير من هذا النهج وأن تتعامل مع الصحفيين بطريقة واحدة وأن لا تكون يعني مزاجية بالتعامل. وبحسب معلومات خاصة، فإن خشية مدير عام صحة البصرة من دخول كوادر الإعلام للمؤسسات الصحية تأتي بعد ورود أكثر من كتاب يفيد بإقالته من المنصب، إلا أن التدخلات الحزبية من داخل وخارج البصرة تلغي تلك القرارات وتبقيه في منصبه، فنقل أي سلبية سيزيد ضغوطات إزاحته من المنصب. 11:30 صباحا بتوقيت محافظة البصرة، لم ولن يبدأ الدوام الرسمي بالنسبة لمكتب المدير العام. الموافقات الرسمية لدخول المؤسسات الإعلامية إلى المستشفيات حصرا من قبله. 2 ساعة وأكثر ننتظر دون جدوى. من البصرة أركان تقي، قناة التغيير.